مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم رد الإعلامي سمير الوافي في تدويناته عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على التهم التي وجهته له رئيس المديرة العامة لخطوط التونسير السابقة ألفة الحامدي. وكتب الوافي: أتفهم ما أصاب ألفة الحامدي من أحباط وهستيريا بعد سقوطها، فجرحها عميق بعد أن ساهمنا ولو بقليل في إسقاطها، ليس كشخص بل كذراع لمنظمة خارجية وداخلية مشبوهة تستبله البسطاء بشعارات فضفاضة. كشفنا حقيقتها وهي الآن لم تعد تعنينا، بل أنقذنا منها التونسير والبلاد بمساهمات بسيطة في فضحها، وأصيبت بحالة هستيريا متواصلة عبر تدوينات يومية مسعورة. وأضاف سمير: الغريب أنها تصفني بالعميل وهي صديقة السفرات وزائرة بيوت السفراء دون استئذان دولتها ورؤسائها واحترام الأعراف، لتستنجد بدعمهم ضد الدولة التونسية وتقول لأحدهم أنها ابنتهم ويجب دعمها في طموحاتها الأكبر ومساندتها في حربها ضد أعداء نجاحها وحلمها الأمريكي. وتابع سمير: تصفني بالمهرج وهي صاحبة أطول مسلسلات التهريج التي شغلت التوانسة في تونسير من حل مشاكل الموظفين بشوكولاتة وإنفاق من جيبها بما قدره 200 دينار وإصلاح الطائرات المعطبة في أيام. وخطاب الكراكوزي فوق الكراسي وعصيان رؤسائها في العمل وتكوين لجنة من مديري الشركة العالمية المنافسة لإنقاذ التونسير بمساعدة منافسيها وبرامج الإنقاذ السخيفة والسيرك الشعبوي الذي كانت بطلته طيلة شهرين، لذلك مهما هرجت فأنا فاشل في ذلك مقارنة بها وعاجز عن منافستها في التهريج. هذا ربع رد سيدة ألفة، وتسبق سريعة على الطريق من رد أطول وأكبر سيصلك قريبا، وفيه تفاصيل وحقائق ستصدم من يقرأها، وأولهم من تحاولين استبلائهم بشعبوية مقززة ومقرفة.